بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب موقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة الروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يوسلونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني يوصلونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تبويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تزع من أدبر وتولى وجمع فأوعى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا وإذا مسه الشر ججوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنة مكرمون أولئك في جنة مكرمون فمن الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم من يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون
على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فزرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعرضون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشية أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.